من وجهة نظركم ومن وجهة او من خبرتكم كمان خلال السنوات الماضية، فكرة انه يكون الشاب مؤهل ويكون الشاب مدرب، ده بيساعد في ايه؟ في جزئية انه يرفع مستوى معيشته، او بيساعد في ايه؟ في انه يلاقي فرصة عمل افضل من فرصة عمل تانية يكون لقاها بس من غير تدريب وتأهيل. حلو، يعني انا هقول حضرتك رأيين، رأي المؤسسة ورأيي الشخصي. رأي المؤسسة بكل بساطة، أنا أجان يعني مرة تاني، السلوجن بتاعنا أو الشعار هو نرتقي بالشباب ليرتقي المجتمع. فدوري أن أنا أساعد الشخص دوت أن هو يفضل لأعلى، يوصل لأعلى مستوى من المهارة والتدريب والجزء الأكاديمي. فأنا بساعده أن هو يوصل للحتة دي. وقت ما يوصل للجزئية دي ويبقى متمكن من الحاجة اللي هو بيعملها، بالتالي زي ما بيتقال كده هيتخطف في السوق. اول ما ينزل هيبقى كذا مكان، او يقدم ان هو عايز يشتغل كذا مكان، هيبقى عايز الشخص دوت. لان بكل بساطه لو جمعتي عنصر المهاره والامانه، كل الناس هتبقى محتاجه الحكايه دي. على الناحيه الثانيه، رايي الشخصي ان البلد هتكبر لما كل واحد فينا يكون بيعمل الدور بتاعه بمنتهى الامانه ومنتهى الاحترافيه. فده هيساعد الشباب ازاي؟ ان هو بكل بساطه هيبقى مطلوب في سوق العمل، لان معروف عنه ان هو شخص مجتهد شاطر وامين. باختصار يعني. جميل. فكره بقى انه الشباب او المتدربين معاكم يلاقوا فرصه عمل، تمام، احنا اتفقنا انها بتقوم بالدرجه الاولى على التدريب والتاهيل. طب اذا انا كشاب بدات عملت مشروع وبدأت دخلت سوق العمل ومحتاجة انكم مثلا تساعدوني في تسويق حاجة معينة، هل المؤسسة ليها دور في التسويق، او في انكم مثلا بتدخلوا الشباب المتدربين معاكم في معارض مثلا؟ يعني احنا الفترة اللي فاتت طبعا شفنا تراثنا وشفنا قد ايه انه كتير جدا من الشباب بيبقى ليه اقبال كبير على المعارض اللي زي دي، لانها فعلا بتقوم بتسويق كبير جدا، وكمان الدولة طبعا وعلى رأسها سيادة الرئيس بيهتموا جدا بالمعارض وبيهتموا جدا بالمنتجات المصرية بشكل عام. هل انتوا بقى ليكوا دور في موضوع المعارض ده، ولا لسه الخطوات دي بتفكروا تاخدوها؟ احنا زي ما قلت لحضرتك، احنا عندنا كذا برنامج جوه المؤسسه. فبرنامج خاص بتدريب الشباب، في الاخر ده ما بيطلعش منتج اعرضه في معرض، ده بيطلع المنتج بتاعه ببساطه هو الشخص نفسه. تمام. فانا هبقى انا الشخص، انا مساعدتي ليه بتكون ان لو جات لي فرصه عمل انا هنقلها للشباب وهو من نفسه بينطلق. اللي انا بعمله بحاول اساعد في التسويق بتاعه، وده اللي كنا عاملينه في معرض تراثنا، كان الخاص ببرنامج حرفة. برنامج حرفة اللي هو بيستهدف المرأة المعيلة. عندنا ورشتين قائمتين. حلو. في الوقت الحالي ورشة الخياطة والتفصيل، ورشة تانية طلعوا منتج بالظبط، طلعوا اللكنة طلعت قماش. فاللي احنا بنعمله ان احنا بنحاول نساعد بالظبط، نحاول نساعد الناس ان هم يسوقوا للمنتج بتاعهم. لان هي ده يعني بخبرتنا البسيطه في الجزئيه دي، التحدي الكبير في الجزئيه دي هي التسويق. فطبعا معرض تراثنا كان ليه دور كبير قوي، والشراكات اللي كانت بتتعمل فيه، وزي ما بيسموها التشبيكات، ان انا اكونكت مع ناس تساعد في الجزئيه دي او تقدم طلب للمنتج اللي بيطلع، ده اللي بيساعد ان انا اقدر اكبر الورشه وانا مستريح. ان انا عندي هطلع انتاج، بدل ما اطلع سجاده واحده لا اطلع سجادتين وعشرة، وعارف ان هم هيتباعوا، عن اني اكون بطلع منتج وفي الاخر ما اقدرش اسوقه.